السلام عليكم، بث مباشر جديد على فيسبوك وسيتم وضعه على يوتيوب تاني إن شاء الله. لايف مهم اليوم بزاف بزاف بزاف. عنده علاقة بالحالة النفسية اللي رانا نمر بها كامل في وسط الظروف الجديدة هذه تاع جائحة كورونا. دونك قولوا لي يا جماعة، الصوت راه واضح ولا لا؟ لا كنت تسمعوا فيا مليح ولا لا؟ لا وقولوا لي تعيشوا منين راكم قاعدين تشوفوا في اللايف، وش من ولاية، وش من مدينة، وش من بلاد. وقولوا لي لأي درجة، اكتبوه لي بالبورسنتاج، شحال بورسان تأثرت النفسية تاعكم من نهار بدأت الجائحة، شحال بالمئة؟ المدن والولايات والبلدان، ليون فرانس، الشريعة، تبسة، البليدة، لو سون اي فابل والله 10 سور 10، الجي، قسنطينة، سون بورسون. دونك صوت مليح. غردايا، باريكا، باتنا، تخي بيان، راكم كامل تقولوا الصوت مليح مليح. 100% التأثر تاع كنت فهمتها مع الاول بلي 100% تاع لو سون، 100% تاع التأثر من سكي سباس. وي المنيعة، بويرة، تيزي وزو، عاصمة، الحراش، قالمة، تونس، وهران، باغي، قالمة. صوت 10/10، صوت 20/20، تأثر تاعكم 80%، 100%. ناس راي تشوف لو لايف من تيبازا، من شلف، من بويرة، عنابة، البرج. كاين اللي يقولوا الصوت راه ضعيف، بوسماعيل، ثلاثين بالمئة برك تأثر. تخي بيان جماعة، روحوا عيطوا للناس اللي ماذا بيكم يسمعوا الهضرة اللي راحين نقولوها اليوم. اسايي دو بارتاجي لو لايف ولا تاغيو ناسكم وأهلكم. لو لايف تاع اليوم مانيش نهضر مع شريحة دون أخرى، راني نهضر مع تو لي زالجيريان، وأي واحد يقدر يفهم اللهجة اللي راني نتكلم بها حتى لو موش جزائري. راني نهضر مع أي واحد توفى له إنسان في هاد الجائحة، راني نهضر مع أي وحدة عندها إنسان عزيز مريض هاد لا بيريود بالكوفيد، راني نهضر مع أي واحد ما عادش قادر يدخل قوت ولادو باسكو الخدمة تاعو تقتضي أنه يخرج وما كانش حاجة اسمها حجر. دونك بالظروف الحالية كلش تأثر عنده. راني نهضر مع لي نوفو كوبل اللي كانوا معولين يتزوجوا هاد الصيف ولا الصيف اللي فات ويزيتي اوبليجي دو ريبورتي. راني نهضر مع الامهات والاباء تاني اللي لو كونفينمون والقرايه اون لين
أثرت بزاف على الحالة النفسية تاع أولادهم، وعدت العلاقة بينهم وبين أولادهم فيها دي تنسيون بزاف. راني نهضر مع لي كوبل اللي كي توبليجاو أنهم يقعدوا مع بعضاهم وقت أكبر من الوقت اللي مضارين يقعدوه مع بعضاهم، هاد الشي عاد مخلي بزاف لي تنسيون في لو كوبل. راني نهضر مع أي واحد ما قدرش يجيري لو ستريس في لو كوبل تاعو، وبواوين صرالو طلاق من نهار بدا الكوفيد. راني نهضر مع اي وحده ما مرضلهاش كش واحد، بصح راهي مرعوبه اني مرضلها كش واحد، راهي مرعوبه اني موتولها والديها، راهي مرعوبه ولا راهو مرعوب اني يتقاسولو ولادو ولا اعز الناس ليه. ما كانش واحد فينا ما تأذاش في الجائحة هذه في الجانب النفسي بشكل أو بآخر. أكثر حاجة دير أكثر حاجة دير لو ستريس هو لو سنتيمون دانسيرتيتود، الإحساس ب مانيش متأكد، ما عنديش كل المعلومات، ما عنديش كل المعطيات على لا سيتوياسيون اللي راني فيها. الحاجة اللي تكون شتو الخوف من المجهول، كاين ناس عندها رعب من المجهول، ولا سيتوياسيون اللي تحطينا فيها في كوفيد خلتنا عايشين هذا الإحساس بشكل مستمر. حكيت اني راني مرعوب، ما على باليش واش راح يصرى غدوه، ما كان حتى حاجه سور. هاد الشيء يمد احساس بلامبويسانس، احساس بالعجز، وهو احساس قاتل على البنادم، راجل ولا مرا. ماشي الراجل برك اللي كي ما يعرفش يحمي عائلته يحس بالعجز، حتى المرا كي ما تعرفش تحمي عائلتها، كي ما تقدرش تحمي والديها، كي ما تعرفش مش قادرة تتحكم في حياتها، مش قادرة تحمي ولادها، الإحساس تاع العجز واعر بزاف 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 بزاف. وأكثر حاجة تدير هاد لو ستريس تو سكي امبريفو، مستجدات ما نش قادرين نلاحقوا معاها. وحاجة تاني هي أن عدنا ما نش قادرين نتحكمو، ما نش قادرين نسيطرو على الوضع ايا كان الوضع. هذا زعما جو دوا كونترولي لا سيتوياسيون ايا كانت هاد لا سيتوياسيون، واش داري كيفاش راهي تجيرا، ولا خدمتي، ولا الغيتم تاعي في تدخل الدراهم. المهم ايا كان حاجه في حياتي كي دوا اتر سو مون كونترول، انا هو اللي نديسيدي، وانا هو اللي نقرر، وانا هو اللي كلش، انا هو اللي على بالي بكلش. وفجاه نعودو فيروس قد هكذا هو اللي يديسيدي وقتاش ينديرو لي كورتاج، وقتاش ما ينديروش لي كورتاج، وقتاش يتفتحوا العقود، وقتاش يتغلقوا العقود، وقتاش يتفتح الطيران، وقتاش يتغلق الطيران. و اون بارلون دو طيران، اون غراند بونسي للناس اللي توفاو لها ناس بسبب الجائحه وبسبب غلق الحدود الجويه، ما قدروش يشوفوا الناس تاعهم واهلهم اللي توفاو، وبالتالي مازالوا ما نقدر نقول لكم باللي مازال ما بداوش يديروا في لو دوي تاعهم، ولا بداو يديروا في لو دوي تاعهم بصح بطريقه تري سبيسيال. كيما راهي المرحله هذه فريمون تري 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 سبيسيال. الوضع هذا من لا سيتوياسيون اللي رانا فيها من 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 اكبر من اكثر الوضعيات اللي زادت في نسبه لي كريز دانغواس، لي كريز دانغواس عند الناس، سواء هاد الناس مرضى ولا اهل مرضى، ولا ناس برك يسمعوا على واش راهو صاري، ولا الطاقم الطبي، الطاقم الطبي، الاطباء
والممرضين وكل العمال في المستشفيات وفي المؤسسات الصحية وفي الإقامات الجامعية ولي بريفي، الناس كامل اللي راها من نهار بدات الجائحة وهي اللي راهي في الصف الأول في الفرونت لاين، أيا كان وش هو الدور تاعك في هذه المؤسسة الصحية. تحية كبيرة ليكم بزاف 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 بزاف، والشكر تاع الدنيا كامل ما يوفيكمش حقكم. على بالي أكال بوان الناس هادو راهم من بين أكثر الناس المأذيين بزاف، باسكو عنده ستريس تاعو والستريس تاع اللي قدامه، ومحتاج يحط لو ستريس تاعو دو كوتي ولي زانغواس تاعو كامل دو كوتي باش يقدر يجيري اللي قدامه، سواء راه يجيري فيه وهو طبيب، ولا يجيري فيه وهو بسيكولوج. والله لي بسيكولوج في هاد لا بيريود تاني يخدموا بزاف وتعبوا بزاف، الناس كامل عفت، الناس كامل كل في مجاله، كل واحد في الدومين تاعو تعب بزاف بزاف بزاف. اي سي تو تافي نورمال اللي يقول لك تاع او سافا مانيش مقيوس، راهو كي بكري كي دارك كي قبل الكوفيد كي بعد الكوفيد، كاين خلل كيلكو باغ، كاين خلل كيلكو باغ، باسكو ميم ما تاذيتش انايا من اي حاجه. كاين حاجه اسمها الاحساس بالاخرين، ما كانش واحد فينا ما كانش في المحيط تاعو، يا لو كان من الجيران، ميم لا فامي ما تقاس فيهم حتى واحد، يا لو كان من الجيران ولا من لي كوليغ، ما كانش واحد فينا ما عندوش واحد مات، ما كانش واحد فينا ما عندوش في المحيط تاعو 10 20 بنادم مرضوا. وبالتالي ان القلب يتحرك ويتاثر ويحزن في فتره كيما هك، هادي سي توتا في نورمال، هادي سي لا مواندر دي شوز. درك المشاعر هادي اللي راهي داخلي، وش ندير بيها؟ سورتو اني مانيش عارف هاد الجائحه هادي وقتاش راح تخلص، اسكو راح تخلص ولا لازمنا نتعايشوا معاها وتعود تعود جزء من الحياه تاعنا الكابل اوف ييرز الجايين، البضع سنوات اللي راهي جايه، عامين 3 4 5 الجايين، مام هادي ماناش عارفين وقتاش، مام هادي ماناش عارفين شحال فتره الضغط هادي اللي رانا فيها شحال رايحه تدوم، كانها كارثه طبيعيه مستمره في الزمن. احنا جازوا علينا زلازل، جازوا علينا فيضانات، جازوا، بصح رانا فاهمين باللي مهما طالت مهما طالت راهي الزلزال ولي ريبليك تاعو ام راحين يحبسوا الفيضان او صرا، دونك راحين نبداو ننقذ ما يمكن انقاذه ونعوضوا وش لازم يتعوض. بصح دركا في الكوفيد الفتره النهايه تاع الكارثه هذه مازال ماناش عارفين النهايه هذه وقتاش، تشبه كي كنا في حاله حرب وحنا ماناش عارفين وقتاش راحين نديو الاستقلال، والله كي كنا في زمان الارهاب في العشريه السوداء وحنا ماناش عارفين جوسكا كون البلاد تاعنا رايحه تقعد كيما هكذا. تو سا بور فو دير بلي سي تو تافي نورمال، سي تو تافي نورمال اي فوس نوت درتوها، اي فوبا درتوه، اي غلطه درتوها، اي مشاكل صراو، سي تو تافي نورمال، سي تو تافي نورمال. البشريه راهي تعاني معاناة عندها بزاف ما عانتهاش من قبل. راح نقول لكم حاجة تشبه شوية الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، اي انكور الحروب العالمية ما تقاسوش فيها كل البلدان وكل الطبقات وكل،
الناس كامل مقيوسه. هذه حاجه فريمون سبيسيال، قاعده كيما الاوبئه، كيما الاوبئه نتاع العوام اللي فاتوا. دونك يا حليل يا حليل الناس كامل. صح هاني اوكي خلاص، سي ليجيتيم، سي توت افي نورمال الحاله اللي راني نمر بيها، سي توت افي نورمال اني راني نمر بيها. امر مشروع اني مريت بانكسيتي، بستريس، بكريز دونغواس، باتاك دو بانيك، نوبه هلع، سي توت افي نورمال اني مريت بها. مشروع اني مريت بها، امر مشروع. بصح اسكو امر، اسكو هاد الشيء مبرر اني نستمر في حاله لونغواس هذه اللي راني فيها؟ اسكو صح ما بيدي والو؟ ما كاش منها، ما بيدي والو، ما يقدرش ما يكون بيدي حتى حاجه، والو 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 والو. يا لو كان نحسن لو بورسنتاج اللي عطيته لي، يا لو كان يحسنوا ب10%، يا لو كان يحسنوا ب5%، كل واحد وكيفاش. يقدر واحد يدير تحسينات في الحالة النفسية تاعو لدرجة 30-40%، كون يحب وكون يطرق الأبواب الصحيحة، وكون يكون عنده لي بون زوتي، الوسائل اللازمة. كاين حوايج بزاف سمعتوهم، اكيد سمعتوهم راه داخلين في كومون افوار اون بون هيجين دو في. وبالتالي الواحد كي يهدرهم دركا الواحد راح الواحد يقول ايه دركا خلاص راكم تقعدوا غير تقولوا لنا كلوا مليح، ارقدوا مليح، ديروا سبور كذا. الموضوع راهو اعمق من ذلك بكثير، خلاص راهو اعمق من ذلك بكثير. دونك اروح وانا هضروا في شويه حوايج اعمق من ذلك بكثير، ومن بعد نعاودوا نوليو للحوايج هادو. الظرف اللي رانا فيه، وهو هذه النقطه الاولى اللي حابه نهضر معاكم فيها، الظرف اللي رانا فيه مخلي عندنا فرصه ان ننستاليو عقليه جديده، ننستاليو عاده جديده، ننستاليو خصلة جديدة، ألا وهي المرونة أمام المتغيرات المفاجئة، la flexibilité dans l'adaptation devant les imprévus, face aux imprévus. مرونة في التكيف، une flexibilité في l'adaptation تاعنا. اوليو اروح نبدلوا الادراك، اوليو انسان هارب بزاف لي لازم يكون كلش متحكم فيه ويسعى الى انه يكون كلش متحكم فيه في لا سيتوياسيون تاعو، اروح نبدلوا لونغل اللي رانا نشوفوا منه. واش زعما كون ندربوا ان نكونوا مهما كانت المتغيرات، مهما كانت المتغيرات. شفتوا الحديث هذاك تاع الرسول عليه الصلاه والسلام كي قال اخشوشنوا فان النعم لا تدوم، ولا فان النعمه لا تدوم، اخشوشنوا. كاين بزاف نعم كانوا عندنا بري كوم اكي، عندنا تيكن فور جرانتيد، بزاف بينا في ابسطها الاكسجين، ابسطها الاكسجين، وندخل وقت ما نخرج ونروح ونسافر للبلاد الفلانيه وندير ونخدم ونحضن صحابي ونسلم على صحاباتي. اخشوا شنو فان النعم لا تدوم. هنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحكي على التكيف مع المتغيرات. كي نعود انا يا مخشوشن، مش الريح اللي جيت تديني، مش الريح اللي جيت تديني. وانا هاد الهضره دركا راني نهضر فيها دركا اون 2021، لم اجرؤ اني ننطق كلام كيما هكذا العام اللي فات في بدايه الجائحه،
باسكو كنا هذاك وين قاعدين نتعرفوا على واش راه يصرى. سي كوا سا فيروس ولا وشنو هذا، ولا حرب بيولوجيه، ولا رام سي ان تروك بوليتيك، وشنو هذا، وشنو هذا، وشنو هما الاعراض تاعو، وشنو هو العلاجات تاعو، وشنو هما حوايج بزاف. اللي يجي ينظر عليكم في هذاك الوقت ويقول لكم التأقلم مع المتغيرات والمانيش عارف واش، تغيرات لم يشهدها العالم من قبل في العالم الحديث هذا اللي رانا فيه في القرن تاعنا، والقرن هذا القرن على الأقل. وبالتالي في العام اللي فات ما كانتش بلاصتو هذا الكلام. درك رانا درنا عام، أنا قريب شوفوا قريب عام ونص، بدات في فيفري الحاله كي دخلت عندنا فريمون فريمون مارس. في سبتمبر راح نديرو عام ونص، الشهر الجاي راح نديرو عام ونص. دونك جو بونس كو il est temps للناس اللي مازال ما بداتش تتاقلم انها تبدا تركز شويه في موضوع اني نحاول نتاقلم مع هاد لو بروفيزوار كي اون تران دو ديوري. الحاجه اللي كانت اسمها مؤقته، يوم يومين، انا نشفى كانت مؤقته لدرجه انه بنتي في الابتدائي كي حبسوهم سمانه ولا قبل العطله، كنا مدارين في بالنا باللي احتمال 60% ولا باللي بدل ما تكون العطله تاع الربيع هذيك مارس 2020 راح تكون سمانتين، راح تكون 3 سمانات. هذا ما كان، ورايحه تدخل لو 6 افريل كيما سيتي بريفو. تلمو كان الواحد عنده هكذا ميلونج دو امل مع انكار مع بزاف حوايج بلي نو نو سافا با دوري سافا با دوري سافا با دوري. ننشفا نعرف شكون يا ربي، وقيلا ابلا فاهيتا ان تروك ايجيبسيان للناس اللي تبعوا هكا في الديبي تاع الكوفيد، ولا قاعده تقول حوايج هكا وما تاكلوش بزاف وكذا، علشان لو ربنا كتب لنا مصيف في 2022. بديت نضحك تاع يخو 2022 يتحكي على 2022، رانا دون 3-4 مو داخلين في 2022. دونك في 2019 و 2020 هاد الهضره هادي ماشي بلاصتها. بصح درك ما نقدرش نهضر الحوايج الاخرين بلا ما نقول لكم هاد الهضره، وهاد الهضره راهي ليكم وليا، راهي ليكم وليا. جوزنا عام ونص، الي طون، انا الوقت، انا الاوان للناس اللي ما بداتش تتاقلم، مازلت درك في حاله شوك، أنا الأوان أنها الباس لو تريتاب، أنا الأوان أن نروحو لا 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 المرحلة ما بعد الشوك الأول هذاك، ونشوفو وش لازمنا نديرو، وش لازمنا نديرو. ولو ستريس والهلع والخوف والكريس دانغواس وهاد الحوايج كامل يجيو كل ما نكونوا في حالة لو ستريس. نوعين، ستريس محفز وستريس مثبط. لو ستريس موتيفاتور ولو ستريس انيبيتور. لو ستريس موتيفاتور كيما الديدلاينز، اخر اجل اللي كذا وكذا، الامتحان النهار الفلاني، دونك ما ريفيزيتش ما ريفيزيتش ما ريفيزيتش، لادات الفلانيه ندير القلب ونريفيزي. ستريس يحفزني اني ندير حوايج معينين. وكاين ان نوتر ستريس مثبط، انيبيتور، باراليزون. للاسف معظمنا اثرت عليه الجائحه بهذا الشيء. كان اثرها عليه اثر تثبيطي وليس تحفيزي. سي با غراف، لكن جوزت عام ونص وانت يا اون مود انيبي باراليزي، سي با غراف. بصح عام ونص خلاص، عام ونص بركات، عام ونص خلاص. كل واحد محتاج يقعد مع روحه قاعده وياخذ ورقه وستيلو ويقول وشنو هما لي 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 وشنو هما الارياز لي 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 الميادين ولا الفيلدز اللي راني الجائحه راهي تضرب فيا فيهم،
وشنو هما الحوايج اللي سلبتهم لي الجائحة، وشنو هما لي دومين شخصي مهني مادي صحي عائلي اجتماعي، وشنو هو لو دومين ولا وشنو هي العلاقة اللي تأذت لو بلوس، اللي تأثرت لو بلوس، ونشوف لكان صح 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 ما بيدي والو 100%، صح ما بيدي والو 100%. ما تقدرش تكون ما بيدي والو 100%، ما تقدرش ما تقدرش، لا ما بيدي والو في السلوك، بيديك شي حاجه في لي بونسي، باسكو في احيان كثيره ما يكون بيدنا والو نديروه في فعلا. وهنا النقطه هنايا هذه حابه نقول لكم فيها حاجه مهمه، بس شوفوا واش قلت لكم درك، قلت لكم في احيان بزاف ما بيدنا والو، الوغ كو هو في حقيقه الامر، في حقيقه الامر رانا في كل الاحيان ما بيدنا والو، احنا رانا نتاخذوا في اسباب، بصح الحوايج اللي راهم مكتوبين ومقدرين من ربي سبحانه هادوك راحين يكونوا، احنا رانا نتاخذوا في الاسباب، وبالتالي سنثاب ونجازى خيرا كي نديروا حوايج مليحه، وسنعاقب كون نديروا حوايج مش ملاح ونقصروا في حوايج مش ملاح. ايماجينيو معايا درك الطبيب خدم الخدمه تاعو على احسن ما يكون سيثاب، خدم الخدمه تاعو على أسوأ ما يكون سيعاقب. peu importe النتيجه، peu importe le patient عاش ولا ما عاشش، je sais pas si vous voyez la différence، احنا اللي علينا اتخاذ الاسباب peu importe النتيجه، النتيجه عمرها ما رايحه تكون بيدينا مهما درنا وش درنا، يوم نقعدوا فلاشين قدام القراعي تاع الاكسجين بالسوايع بالسوايع، نباتوا نديروا 48 نديروا 72 وحنا فلاش الفلاشين، ونضاربوا مع الناس اللي كاينين تم باش نكونوا حنا هما اول واحد جاب القرعه تاع الاكسجين، تاخذنا الاسباب وتبان لنا بلي everything is under control tout est sous contrôle. لكن المريض ولا المريضه اللي رانا مدين له القرعه تاع الاكسجين كاتب له ربي يعيش او راح يعيش ويستنى القرعه تاع الاكسجين ويستفيد منها، لكن ربي موش كاتب له يعيش، وراكم شفتوها شفتوها في لي ريزو سوسيو كيفاش الناس وهي رايحه تحوس على الاكسجين يعيطوا لها يقولوا لها ان لله وان اليه راجعون. دونك محتاجين كل واحد فينا محتاج يشد بلاصتو ويعرف قدره، باسكو اكثر حاجه تقدر تسبب المرض النفسي وتقدر تسبب لا كولبابيليتي وتقدر تسبب جلد الذات وتأنيب الضمير المستمر، اني نكون مانيش عارف نشد بلاصتي الانسانيه، دائما جو ديباس البلاصه هذه نخرج منها انكونسيامون بلا ما راني جايب خبر للالوهيه ونيماجيني باللي راه عندي دي بوفوار في الحقيقه ما همش عندي، انا اللي عليا اني نربي ولادي بصح ما اللي غير ربيتهم مليح يقدروا يخرجوا غير صالحين. عمركم ما شفتوها باللي اب ما شاء الله وام ما شاء الله والتربيه تاعهم ما شاء الله لولادهم، مالغري سا كاين طفل ولا طفله في النص خرجوا لهم لا اله الا الله محمد رسول الله، عمركم ما شفتوها هذه؟ اسكو هذا معناه تقصير في اتخاذ الاسباب عند الوالدين؟ نو. عمركم ما شفتوا طبيب يعني دار الشيء اللي لازم يندار كامل بصح مالغري سا المريض تاعو مات؟ اسك هذا الشيء معناها التقصير في اتخاذ الاسباب تاع المريض تاع الطبيب؟ نو.
وقيسوا عليها في كل ال في كل ال لي سيتوياسيون وفي كل ال ايا كان الوضع، لازمنا نديروا في بالنا باللي كاين قوة اكبر منا، اي هي اللي راهي قاعدة تجيري وهي اللي راهي قاعدة تتحكم وهي اللي ربي سبحانه او مالغري تو راهو هو الحافظ، راهو هو الستار، راهو هو الشافي، راهو هو المعافي، راهو هو كلش، هو كلش. احنا اللي علينا نتاخذوا الاسباب. هاد لا فيلوزوفي هاد اللي نهضر لكم بيها اللي حنايا مدخلينها في لو كوتي سبيريتوال في الغرب، اول حاجه عندهم يقول لك كومون جيري لو كومون افرونتي لا بانديمي وهاد الشيء كامل والظروف اللي رانا جايزين بها افيك اون اون افيك ان مونتال داسيي، ولا يسميوه لو ستويسيزم. il faut être stoïque stoïque le stoïcisme. جربت نحوس على المسمى تاعو بالعربي، لقيت باللي الاسم هذا والله ما عم بلي دوك هذاك هو الاقرب، والله اسمه الرواقيه. جو مسوي دي بوتيتر رواقيه دون لو سونس نفس المعنى نتاع بالمصريين نقولوا واحد رايق بكل روقان، روقان جوغ غوستو، ماهوش رافد الهم بزاف، ماهوش يحبر على الحوايج بزاف، سا بو ات سا، مي سي سا لو ستويسيزم. ان فات نكون عارف باللي في لا سيتوياسيون الفلانيه كذا وكذا وكذا وكذا، ماشي بيدي سي كلير، ماشي الناس كامل تكمل، ماشي بيدي، بيد ربي سبحانه. احنا عندنا تكميله تقدر تفيدنا، وكنت هضرت معاكم من قبل قلت لكم باللي لا سبيريتواليتي سي اون دي كلي في لا بسيكوثيرابي، كي يكون لو باسيون مستعد ليها. لو ثيرابوت ما يقدرش يفرض، لو ثيرابوت ما يقدرش يفرض في العلاج هاد لو كوتي سبيريتوال على لو باسيون تاعو. دركا مانيش قاعده نهضر من معالجه الى مرضى، مانيش نهضر من معالجة إلى مرضى. كون أنا يا أن 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 سيتواسيون دو تيرابوت ونهضر مع أن باسيون، راح نهضر معاه باللغة تاعو اللي يفهمها. أنا درك راني وحدة قاعدة تحكي مع خاوتها، راهي تهضر مع خاوتها، مانيش قاعدة ننظر عليكم، وبالتالي جو بارتاج مون بوان دو فيو معاكم. وأهم حاجة في لو بوان دو فيو هذا من جهة بار اكسبيريونس ومن جهة بار علم بأهمية لا سبيريتواليتي. كاين بزاف دي ريشيرش وابحاث ودراسات على دائما لو تيم تاعها واي سايكاتري نيدز سبيريتواليتي، علاش علم النفس علم الأمراض العقلية يحتاج إلى الجانب الروحاني أيا كان. وهنا راني نهضر على الروحانيات، مانيش نحكي على الديانات، نحكي على الروحانية اللي هي علاقتك باللي خلقك أيا كان انت كومون تو لو بيرسوا ربي سبحانه، أيا كان انت واش راك دير. ما يهمنيش فيك راك تصلي ماكش تصلي، ما يهمنيش فيك راك تصوم ماكش تصوم، ما يهمنيش فيك كنتي مدارة الحجاب ومن بعد نحيتي الحجاب، ما يهمنيش فيك راك تسكر، ما يهمنيش فيك راك تدروغي، ما يهمنيش فيك راك كل نهار ترقد مع امراه، جو مون فو. علاقتك باللي خلقك كيما انت راك فاهم هذيك العلاقه، شد فيها هذيك العلاقه وما تسمعش كيش راهم يدبروا عليك الناس، باسكو الدباير في هاد الحوايج يجيو يكحلوها يعميوها بو امبورت. العلاقة بينك وبين اللي خلقك مهمة بزاف، محتاج تعاود تحييها، تعاود تنفض عليها الغبار وتفهمها باللي ماشي علاقة سيمتريك، راهي علاقة اسيمتريك. انت راك هنا واللي خلقك راهو هنا، كاين حوايج بزاف هو اللي يقدر يديرهم،
تا ما تقدرش ديرهم. هذه حاجة تخليك مطمئن. حنا صادوني لي في انفيرس عندنا، عاد مخليتنا مبانيكيين باسكو كي اللي ماناش فاهمين الابعاد تاعها كوريكتومون، كي اللي ماناش فاهمين الابعاد تاعها كوريكتومون، باللي الحاجه كي ما تكونش بيدي راهي بيد ربي سبحانه. خلاص علاش نكسر راسي بيها؟ علاش نقعد نكسر في راسي بالحاجه اللي ماهيش؟ كيما مره نحكي لكم على دائره الاهتمام ودائره التغيير، دائرة التغيير فيها كل ما يخصني أنا واللي بيدي صح أني نتحكم به وأني نغيره. دائرة الاهتمام حوايج بزاف مقلقيني وحابة نبدلهم بصح ما همش من صلاحياتي أنا اللي نبدلهم، حوايج في ولادي، حوايج في شريك الحياة، حوايج في والدية، حوايج في جيراني، حوايج في الكوليك تاعي. جد داخلة في دائرة الاهتمام برك. يلفو با كونفوندر دائرة التغيير مع دائرة الاهتمام. أنا نركز في دائرة التغيير تاعي. في شنو هي دائرة التغيير تاعي أنا يا دركا في جائحة كورونا؟ وشنو هما الحوايج اللي بيدي أنا؟ كل ما له علاقة بيا، كيفاش نقدر على قد ما نقدر نحافظ على صحتي الجسدية ونحافظ على صحتي النفسية، وعلى قد ما نقدر ما نآذيش غيري لا جسديا ولا نفسيا. هادو هما الربع حوايج اللي عندي. والخامسة بيان سور اني نفهم باللي صح صح مشي هدرة صح، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مع اتخاذ الأسباب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما تمشيش وحدها، ما تمشيش وحدها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تمشي مع لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتمشي مع أنك ما لازمش تأذي غيرك، وتمشي مع حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، باش يعود أن فغي توكل وأن فغي اتخاذ الأسباب. محتاجين نديروا هاد التفريشة هادي تاع سبيريتواليتي ولا ستويسيزم ولا سميوها كيما تحب، اللي يحب يسميها يربطها بربي يربطها بربي، اللي يحب يبريفير يستقور ويسميها ستويسيزم يقول لكم نو شي ستويك، سوي ستويك. المهم النتيجه بامبورت المسميات، المهم تفهم باللي كاين حوايج بيدي انا نبدلهم والحوايج اللي مش بيدي نبدلهم. سا نو سير ا ريان اني نقعد نحرق في دماغي معاهم. هنا رانا في لي بونسي، رانا في مرحله الافكار. نحاول نغير افكاري بهذه الطريقه. اسكو التغيير تاع الافكار وحده يكفي؟ نو، محتاجين نديرو بزاف حوايج يعاونوا. كتبت بليزيوغ بوان قاعده نكتب فيهم هكذا ونقول كذا 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 كذا. بصح قبل واش حبيت نقولكم باللي الحوايج هادو اللي نديروهم راهم مكملات كيما لي زادجوفون. شتو لا فوا باسي كي هضرت معاكم على كل ما هو مكملات فيتامين ايتو مع الاخر، باسكو الصح صح صح سي لا بون هيجين دو في، هذيك هي لا باز. ما يقدرش واحد يكون عنده اون تري موفيز هيجين دو في ويقعد يرقع غير بلي فيتامين. لا بروف سميتها لكم المرقعات، باسكو ريالمون مرقعات سي دي ادجوفون، ما سي با سا لا باز. ايش هذيك هي القاعده؟ لا بون هيجين دو في، نظام حياه صحي، هذاك هو الصح. هنايا كيف لو مونتال، تخمام، طريقة الإدراك، طريقة التفكير هي الصح. ومن بعد نبدأ هذيك تاع دير سبور، كول، اشرب، اضحك، اخرج، بدل. هاد الحوايج مكملات، ما يقدرش وحدهم يكفيو. ما نقدرش نقول لك ديروا سبور، حبسوا كذا، ابداوا كذا برك، وهي على اون باز خاوية. محتاجين نبنيو لا باز، محتاجين نبنيو اون فغي باز اللي هي لا بروميير ايدي ولا لو بروميير بوين اللي كنت نهضر معاكم فيه.
دركا كون نبداو نحبو نقربو الحوايج ان بو بلو ملموسه درك، ان بو بلو اتخاذ للاسباب، ساشون كو لو بروميي بوين توكل على الله، استعمال الجانب الروحاني، اتر دون لو ستويسيزم، اتر ستويك. كيفاش نتاخذوا الاسباب درك؟ الحوايج اللي جاو في بالي انا اتخاذ الاسباب، كاين شويه حوايج عندهم علاقه ب انا راني عارفه وجربتهم مع مي باسيون وعلى بالي باللي يفيدوا الحاله النفسيه، وحوايج درتهم انا بتجربه وانا يا اما قاعده نداوي في مريض قدامي، يا اما انا راني مريضه، يا اما دونك سي با دي تروك ايش عفايس خارقه للعاده. الحوايج اللي راح نقولها لكم درك سمعتوها من قبل، بصح فذكر ان الذكرى تنفع المؤمن. نعاودو بالك لا بروميير فوا اللي سمعتها دخلت من خرجت من باسكو tu n'étais pas en mode انك كذا وكذا، والله بالك سمعتها في الديبي تاع الجائحه، ما كانوش جازو علينا عام ونص، ما كناش وصلنا لمرحله تاع ايا خلاص درك، خلاص اللي عنده اي حاجه خلاص درك on doit reprendre sa vie en main même la كان ماشي 100% على قد ما نقدروا ماشي على قد ما تبالنا رانا قادرين، على قد ما نقدروا صح، وحنا رانا نقدروا اكثر مما نتخيل بكثير. لو بروميير بوين اللي لقيت روحي قاعده نهضر فيه كتبته او بير دي كا واش راح يصرى، او بير دي كا واش راح يصرى. راني في اون كريز دانغواس، راني الحاجه الفلانيه، او بير دي كا واش راح يصرى. يقدر لهذاك الورست كيس سيناريو هذاك، ولا السيناريوهات الكارثيه، او بير دي كا راح نخسر كذا، ولا او بير دي كا راح يصرى لي كذا، ولا او بير دي كا راح يموت لي فلان، ولا او بير دي كا راح نراطي الحاجه الفلانيه، ولا او بير دي كا. ساعات كاين وضعيات أسوأ احتمال فيهم تقدر تقول عليه يا بخي، كاينين وضعيات اخرين أسوأ احتمال فيهم مؤلم بزاف، هادوك التعامل معاهم بشكل اخر بالحوايج اللي راهم جايين من بعد. مي كاين دي سيتواسيون وين برك كي تقول وشنو هو الورست كيس سيناريو، وشنو هو أسوأ احتمال يقدر يصرى. برك نخسر كدا صح، اوكي خلاص نخسر كدا، بصح درك اني راح نخسر حياتي، بس قلبي راح يحبس، اني راني مونغواسي او بوين اني كابابل نرمي روحي من مانيش عارف وين. اسكو تستاهل الحاجه اللي راني مونغواسي عليها درك؟ اسكو تستاهل الحاله اللي راني فيها درك؟ ساعات بزاف يقدر هذا السؤال هذا وحده كفيل انه يطفي شويه، يا لو كان راني شاعل 10 على 10 نعود شاعل 7 على 10 باغ اكزومبل، 8 على 10، يا لو كان 9 على 10 ينقص لي واحد برك، معليش سي با غاف. مي كون نحب نخرج من توسكي مونتال، زعما توسكي هاد واش كون كذا يصرى عالم الافكار، ونبدا صح نخدم على واش نقدر ندير. اول حاجه دائما نقولها و جون سيسري جامي دو لو ريبيتي، التنفس الصحيح العميق والبطيء، سورتو في الحالات هادو تاع لي كريز دانغواس لي زاتاك دو بانيك. شحال من واحد فيكم صراو له نوبات هلع، يحس باللي قلبه راهو يخبط، دي بالبيتاسيون، صدرو يحس بالاختناق، يحس بالدموع، يحس بحاجه راهي هنا، يحس روحو باللي فعليا راح يموت، فعليا راح يموت.
لا ريسبيراسيون يا جماعه، التنفس ما تستهينوش بيه، ما تستهونوش بيه التنفس. شحال من واحد صرات له موقف وين التنفس هذا سوفاه. كاين il doit y avoir. شحال من واحد موش مبرونشي خلاص مع الحكايه هذه تاع التنفس، وما داخله من خارجه من. وش رايكم تنفسوا شويه مع بعضنا؟ سي ان براتيكون ان فات، سي ان براتيكون لي الواحد سا سري بيان. شوفوا يا جماعه انني مانيش نشوف فيكم بصح راني حاسه بكم، وبالتالي ندوك نحس بكم كنت تنفسوا ولا ما تنفسوش. نتوما راكم تشوفوا فيا انني مانيش نشوف، دونك سقموا شويه ارواحكم هكذا، قعدوا 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 في بلاصه مرتاحين، وحاولوا نبداو بحاجه غير بالعقل، ما نطولوش بزاف. نحسبوا 4 نحبسوا 2 نشدوا النفس تاعنا 2 ونخرجوه في 4. الشهيق ندخل من نيفي والزفير نخرج من فمي. روحوا نجربوها مع بعضها. الاكسبيراسيون طولوها على قد ما تقدروا، طولوها على قد ما تقدروا الاكسبيراسيون، زيدوا عاودوا. وانتوما تدخلوا في الهواء ماذا بيكم كرشكم تخرج ماشي تدخل، تسمى ما تديروش ما تطلعوش كتافكم، ما تنفسوش تنفس سطحي توراسيك صدري، تنفسوا تنفس بطني ريسبيراسيون ابدومينال. كي ندخل الهواء كرشي تخرج، كي نخرج الهواء كرشي تدخل. زيتو هاد التنفس هذا كل واحد يقدر يديرو، يالو كان مرتين في النهار، 5 دقائق الصباح 5 دقائق العشية، راح يعاون بزاف بزاف بزاف. ماشي 5 دقائق، 2 دقائق، 3 دقائق الصباح و3 دقائق العشية. أدومه وإن قل، وإن قل سبا غاف، المهم أدومه، أدومه وإن قل. شكون اللي كانوا يريسبيريو معايا دركا؟ كيف حسيتوا كي كنتوا تتنفسوا؟ قولوا لي يعني نقرا ونكمل نهضر اون ميم طون. المهم المداومه على هاد الحوايج الصغيره هي اللي راح تصنع الفرق الكبير بزاف بزاف بزاف. في حاله ما اذا بديت نحس بلي بدات تجيني انغواس، هي راح تتحول لي لنوبه هلع، نبدا نتنفس، نحكم بلاصة، نروح في بلاصة فارغة ونبدأ نتنفس. مام رام بداو لي لي بالبيتاسيون، بداو نتنفس، نتنفس بروفونديمون. واني راح نزيد نهضر لكم حوايج اخرين على على لي لي حوايج بلو ديتايي على كيفاش نديرو مع الاخر مع نوبات الهلع. بعد لا ريسبيراسيون هادي بيان سور اول حاجه تجي في بالي بعد لا ريسبيراسيون هي لاكتيفيتي فيزيك. ما نسميهاش سبور باسكو ماشي لازم تكون سبور، المهم اكتيفيتي فيزيك. على بالكم باللي كل ما تعمر الدماغ، كل ما الدماغ بذل مجهود فكري لازم يكون معاه مجهود جسدي.
ماشي لانفيرس. حنا نقولوا بلي راني عندي بزاف لا ريفيزيون، ما عنديش الوقت نروح ندير سبور، الوغ كو هذاك هو الوقت اللي لازم نفرغ فيه باش يصرى اون سورت دايغاسيون في دماغي، باش نقدر نزيد ندخل معلومات اخرين ونزيد نستمر في هذاك المجهود الفكري. وهنا ماناش في مجهود فكري، رانا في حريق اعصاب. ماناش في مجهود فكري، راهو حريق اعصاب. دونك سي امبورطون لاكتيفيتي فيزيك، كيما قلت لكم لا فوا باسي، نقاري بعيد ونروح نكمل الخدمه ابيي، نروح نقضي عند الحانوت تاع لاليمونطاسيون اللي قدامي ابيي، ماشي بالطوموبيل. اي حاجه قادر نديرها ووكين ديستانس نتاع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه نديرها، قادر ندير بلوس كو سا ندير بلوس كو سا. نسكن في باطي ما عندي فيها دي اسانسور، بصح نقدر زعما نطلع. انا نسكن في لو 13 ايتاج، 13 13 ساعات نشوف جيراني يطلعوا معايا في لاسانسور ويحبسوا في الدوزيام ايتاج، ساعات في التخوازيام ايتاج نشوفهم. ساعات كاينين ناس رافدين رافدين ثقل، ساعات ناس كبار ما يقدروش، وساعات دي جون، وساعات ولاد صغار، للاسف ولاد صغار يطلع بلاسانسور للدوزيام ولا للتخوازيام. دونك لاكتيفيتي فيزيك للي يحب، للي يحب اي كاينه اي كاينه. ما قلت لكمش روحوا انسكريو في لاصال الفلانيه وديروا لا جيم وديروا الكداد، خلاص درك ما اللي يقدر يدير اي حاجه في دارو يديرها، وتقدر في دارك تقدر تدير للي يحب. هذا بلا ما نهضر على آلاف وآلاف القنوات والفيديوهات تاع السبور اللي كاينين في يوتيوب، هذا بلا ما نهضر عليهم هادوك. دونك لاكتيفيتي فيزيك يا جماعة، لاكتيفيتي فيزيك مهمة بزاف. العقل السليم راهو صح 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 في الجسم السليم صح، وحنا العقل هو اللي راهو يجيري في هاد في هاد الجائحة هادي تاع الكوفيد. دونك العقل تاعنا هو اللي لازم يكون سليم. كاين حاجة تاني كتبتها، لو غيغ ميم فورسي، الضحك 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 في عز الأزمة. وي وي الضحك وي. شفيت العام اللي فات درت اون فيديو، ما شفيتش دون كال كونتكست هضرت على لو غيغ، وكانت عندي كمية تعليقات. ربي يهديك، الناس راهي تموت وانتي راكي تهضري لنا على الضحك. هذاك الوقت التمست العذر لكل من علق هذاك التعليق، لكل من علق هذاك التعليق، باسكو رانا صح اونيتي توس سو لو شوك. ما كانتش جازت علينا عام ونص، ما كانتش جاز علينا عام ونص وحنا في نفس الحاله اللي رانا فيها، واللي لازم نتاقلموا معاها، لازم نتاقلموا مع الموت، ولازم نتأقلموا مع المرض، ولازم نتأقلموا مع الانستابيليتي فينانسيير. لا لازم نتأقلموا. اللي ديسيدا يموت بالبطيء هذيك حاجة واحدة أخرى، هذيك حاجة واحدة أخرى، هذيك كل واحد وش راهو حاب. بصح اللي حاب صح يخرج روحه من الغرقة بيده. دونك كتبت لو غيغ. أنا شفيت هذاك العام كنت قاعدة نقترح في حوايج، كنت نقول جيبوا مام درا ان درا لي ما باغ اكزومبل ما تحتاجوش، درا قديم واكتبوا فيه حاجه، سواء بلاغ ولا حاجه تاثر قول مؤثر بصح يطلع المورال، اي حاجه، وعلقوها في البالكون تاعكم باش الناس اللي اون فاس ليكم يقراوه. هكذا سي اون ايدي بارمي لي زيدي. دونك كي قلت كتبت هكذا اكتبوا اون بلاغ باش اللي يطل من البالكون تاعو يقرا حاجه تضحكو في وسط الحاله هذه اللي رانا فيها. لي يضحكوا عاد الامام يتفرج عاد الامام، لي يضحكوا مراد اوديا يتفرج مراد اوديا، لي يضحكوا لوموريست الفلاني يتفرج لوموريست الفلاني، يضحكك قاد المالح، يضحكك فاغي، يضحكك جيزون بروكر، اتفرج على حاجه تضحكك
دو تان زون تان، روحوا عن القلوب ساعة، روحوا عن القلوب في الظروف العادية. الوغ لا، في حالة الحالة اللي رانا فيها هذه اللي مانيش عارفة واش نسميوها، مانيش نقول لكم نعودوا ماناش حاسين بسكي سباس، مانيش نقول لكم ما نحسش بالمريض، ما نحسش بالميت، ما محتاجين الضحك مام فخصي، نضحك روحي مام فخصي فخصي. هذاك الضحك راهو الافرازات اللي يديرها راهي تعاوني، ما تقدروش تيماجيني. انا شفيت مره قاعده نحكي مع اون بيرسون، كانت تحكي لي على كيفاش كانوا الظروف في الدار، كانت الظروف في دارهم، الاب كان واعر بزاف معاهم ومع يماهم، وكان مشرب لهم المرار حرفيا، سيتي مرار حرفيا. وكانوا في وحده من الولايات اللي كانت متاذيه بزاف 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 من الارهاب، دونك كان عندهم ارهاب لبرا وارهاب لداخل، هذا في العشريه السوداء، الارهاب لبرا والارهاب لداخل. دونك هذيك لا بيرسون تحكي وتقول باللي لي مومون هادوك اللي نتلاقاو فيهم حنا بين بعضانا ونعاود نحكي واش صرا بضحك، باللي بابا هكا شتكي جاي يضربك هكذا، ومن بعد زلق طاح، ومن بعد مانيش عارف واش، ومن بعد جاي يقول لك هذيك الكلمه قال لك كذا، مالغي راهم قاعدين يديبريفيو على ان تروك اللي يقدروا يديبريفيو عليه وهما يندبوا يا خا واش صرا يا هما كانوا يديبريفيو عليه بالضحك. هذيك لا بيرسون ال مو دي هذاك الضحك il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie. دونك اللي ما جربهاش حكاية الضحك في عز الأزمة أو ما يعرفش واحد الحاجة هك. لا بروف، دونك نسقسيكم على حاجة بالك تبالكم بيزار بصح راهي تالما منتشرة، لو فوغيغ في الحومة تاع الموت في الجنازة، لو فوغيغ اللي جينيرالمون يكون اليوم الثالث الرابع بعد ما يكونوا غسلوا الميت تاعهم ودفنوه ووكلوا الناس وداروا هذاك لو فوغيغ، هذاك اللي يجي في الليل كي يعودوا الناس هكذا قاعدين ننسى سيغتو مع بعضاهم، وبعد حاجه هكا من لو ستريس من الاخر وحده يخرج لها فوغيغ، وفي وسط الوفاه يعودوا غالقينه غالقين فمهم باش الناس ما تسمعش يقولوا يخات بهديله، داك سي ان تروك سبونتاني اللي يخرج. النفس محتاجه تخرج حاجه قويه بزاف دولوغوز، الضحك يعاونها انها تخرج، يعاونها. احنا في الثقافه تاعنا كي نضحكوا نقولوا يخا ربي يستر لعله خير، الوغ كو الضحك هذا سي اون ثيرابي، سي اون ثيرابي، ما تبخلوش رواحكم بيها، سي اون ثيرابي. دونك كل واحد يروح يحوس على شنو هي الحاجه اللي تضحكو ويشوفها شويه، يلو كان 5 دقائق في السمانه يا سيدي، 5 دقائق في السمانه، alors que normalement non le rythme il doit être beaucoup plus fréquent que ça mais معليش معليش 5 دقائق في السمانه. واش زدت هضرت تاني؟ ايه لا ريلاكساسيون لا ميديتاسيون اي تو. شوفوا دركا كيما قلت لكم لا فوا باسي، يوتيوب فيه كل شيء، انت بيدك وعلى واش تتفرج، تروح شاهد فضيحة فلان قبل الحذف، شاهد فلانة وهي تقصف في فلانة، شاهد فلان وهو يقصف جبهة مانيش عارف شكون، شاهد الكدا وهو يقصف في كدا، ولا تروح باللغة اللي تمتريزيها لو 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 بلوس وتكتب اكزرسيس دو ميديتاسيون، اكزرسيس دو ريلاكساسيون، تمارين تاع الاسترخاء، تمارين تاع التأمل، غير هي غير هي، وتعاون بزاف. انا اللي حبيت نديرو معاكم هنا اللي كتبتو هنايا كتبتو سي ليكزيرسيس دو ريلاكساسيون موسكولير بروغريسيف. علاش؟ باسكو حنايا اصلا الجسم تاعنا درك راهو في حاله تنسيون، رانا كاع برسك متشنجين، الجسم تاعنا راهو كريسبي وحنا ماناش جايبين خبر،
دونك باش ادرك à quel point je suis crispée, لازمني نزيد نكريسبي روحي كتر ما انا مكريسبي، ومن بعد نطلق باش نفهم ونحس à quel point كريسبي مليح 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 مليح، ومن بعد نطلق مليح 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 ومن بعد نطلق. اروحوا نديروها مع بعضنا، اروحوا نديروا هاد ليكزيرسيس هذا مع بعضنا. سي 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 دي كاين فيه دي فاريون بزاف، كاين كل واحد والطريقه تاعو اللي يديروا بيها. بون هاد الحوايج هادي ماشي قران، كل واحد ويبدع فيها كيما حب. حنا نديروا حاجه بسيطه، ما نروحوش للرقبه، معليش ما نروحوش للرقبه باسكو كل واحد فيكم والظروف الصحيه تاعو. روحوا نبداو للي قادر، اللي قادر اللي قادر يدير يكريسبي رقبته يكريسبي، اللي ماهوش قادر ما يكريسبيش رقبته على وجه ربي. ماشي جيتو تتفرجوا لايف تصبحوا مانيش عارفه واش. الوغ حاول تزير زير 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 رقبتك، زيرها مليح ومن بعد سولاجيها مليح، زيد عاود زيرها زير 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 ومن بعد سولاجيها، زيرها مليح وشوف مليح، حس بلي ميسكل تاعك كيفاش راهم مزيرين ومن بعد سولاجيها. درك اروح من فوق هاك، زير مليح وزير لي واسمهم هنايا لي ميسكل تاعك، زير مليح 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 وزير صوابع يديك، زير مليح ومن بعد سولاجي كلش. زيد زير مليح 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 ومن بعد سولاجي كلش. روحوا دركا للكويس تاعكم، جربوا زيروا زيروا الكويس تاعكم على قد ما تقدروا، زيروا على قد ما تقدروا، زيروا على قد ما تقدروا ومن بعد سولاجيوهم. زيد زير الكويس تاعك على قد ما تقدر، زير 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 لي موسكل لي كوادريسبس تاعكم، زيروهم مليح مليح مليح. ها تلقوها دروك، هبطوا لتحت لا جامب ولو مولي، زيروها زيروها زيروا 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 وحسوا بيها اكل بوان راهي مزيره. ها تلقوها دروك وحسوا بالفرق، حسوا بالفرق كيفاش راهي. زيدوا زيروها مليح، زير 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 ومن بعد هطلقها، زيد عاود زيد 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 هطلقها درك. درك لي زورتاي تاعك، لي زورتاي صباع رجليك وصباع يديك، زير صباع رجليك هكذا وزير معاهم صباع يديك، زير مليح 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 مليح، زير الصباع تاعك في 10 لتحت وفي 10 لفوق، ارخي زير 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 ارخي. هذه ابسط حاجه تقدروا ديروها، ابسط حاجه، ابسط انواع لا ريلاكساسيون، اني برك نزير ما فيهاش ايماجيناسيون، ما فيهاش برك نزير ونخزر مع التزيير هذا، ادركه جيدا ومن بعد نرخي ونشوف الفرق بين التزيار وبين لا ريلاكساسيون. تلقى روحك اوتوماتيكمون التشنج اللي كنت فيه كي زدت اكسونتويتو ومن بعد طلقت تحس روحك. قولوا لي للناس اللي داروا معايا هذا ليكزيرسيس، جيسبر كنتو ديروا فيه معايا، قولوا لي واش حسيتوا. الوغ واش زدت كتبت تاني، ايه 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 هذا ان بوين تري امبورطون، مي جو بريفير نديكاليه، نطلع حاجه تشبه الشيء اللي كنا نديرو فيه، حاجه تشبه اللي نديرو فيه دركا اللي هو لا ريلاكساسيون اي تو. مايندفولنس مايندفولنس لا ميديتاسيون بلان كونسيونس. المايندفولنس هذه واش معناها؟ هذه المايندفولنس عباره
عن أني نكون حاضر هنا والآن، نكون dans le ici et le maintenant. Le ici et le maintenant. نستحضر الحواس تاعي في المكان اللي راني فيه، يعاوني باش نجيب دماغي من البلاصة اللي راهو فيها، اللي راهو قاعد ينقواسي فيها، اللي هي حاجة في الفوتور مازال ما صراتش، تقدر تكون حاجة في الباسي صرات وغوميناسيون عليها بزاف، مي دركا سكي اون رابور افيك جائحة كورونا سي سورتو راني بالحمى وقاعدة نعرق في واحد العرق مع جائحة كورونا، سي سورتو سكي سباس دون لو فيتور، رانا خايفين سكي سباس دون لو فيتور. دونك المايندفولنس واش معناها؟ دماغي باش نبدلو البلاصة اللي مركز فيها محتاج، شتو كيما زعما كي نحبو نجيبو ان بوتيت انيمال نحط له الماكلة ولا هكا تاع باش يجي عندي، هكذاك البش هادي هي عبارة عن الحواس تاعنا ونجيبو بها الدماغ تاعنا، الحاجة اللي قاعد نشوف فيها، الحاجة اللي راني نسمع فيها، الحاجة اللي راني نشم فيها، اللي راني نتذوق فيها، اللي راني نلمس فيها، الدماغ يعود مركز معاها، الدماغ يعود مركز معاها هي وموش مركز مع الفكرة اللي راهو خايف منها وقاعد ينتسيبي فيها، يابريوندي فيها، فات يابريوند مش يلانتسيب يابريوند. دونك كاين بزاف لي زيكزيرسيس، كاين ان اكزيرسيس 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1، هذا عبارة عن في البلاصة اللي راني فيها روحوا ديروا معايا هاد الاكزيرسيس، روحوا ديروا معايا هاد الاكزيرسيس في البلاصه اللي راكم فيها، في لاشومبر اللي راكم فيها، قولوا اهضروا على 5 حوايج، نوميوهم اذكروهم، 5 حوايج راكم تشوفوا فيهم، 5 حوايج راكم تشوفوا فيهم. دركا ديروا 4 حوايج، 4 أصوات، 4 أصوات في لابيس اللي راكم فيها، 4 أصوات راكم تسمعوا فيهم، كيما انا دركا راني قاعدة نسمع في الكلب راهو ينبح، راني نسمع في الصوت تاع الكليماتيزور عند الجيران، راني سمعت باب تفتح عند جيران باسكو راني فاتحة الطاقة، وراني سمعت صوت تاع طوموبيل، هام 4 حوايج. شوفوا انتوما واش تقدروا تكونوا تسمعوا، تقدروا تسمعوا واحد من اهلكم او يهضر في لاشومبغ اللي بحذاكم باغ اكزومبل. ارواحو دركا نهضروا على 3 حوايج تقدروا تشموهم في البلاصة اللي راكم فيها، انا باغ اكزومبل عندي هذا لو جيل، نشم لو جيل، نشم الكحول، مش عندي تاني بو، عندي لا فيتامين سي ما نقدرش نشمها باسكو راني حاط عليها التليفون، راني حاط عليها التليفون وراني مكاليتها على القرعه ريحه تاعي، دونك الزوج حوايج اللي نشمهم راني قاعده مكونيكتيا معكم بهم، دونك
دونك مي راني عارفة بلي هادو هما الثلاث حوايج تاعي اللي نقدر نشمهم. اروحو درك نديرو زوج حوايج اللي تقدروا تلمسوهم. الحيط، شارجور، خمار، اي حاجة، وجهي، اي حاجة تقدروا تلمسوها. واخيرا حاجة تقدروا تذوقوها. انا عندي باغ اكزومبل عندي الماء هنا قدامي نقدر نذوقه. هذا في حكاية اني نستحضر الحواس تاعي. كاين ميليون فاصون نستحضر بها الحواس، مي ابسط التمارين اللي باش نستحضر بها حواس زعما ناخذ هادي، ناخذ اي اوبجي. شوف انا صبت هادي قدامي لابغوسادو، اني راح ناخذ هاد لابغوسادو ونقعد نوصف فيها، نذكر كل الخصائص تاعها. كي ندير لي بيدي هكا نسمع بش بش بش، نشوف فيها لي كولور اللي فيها الابيض وفيها التشيني وهي بالبلو والغري، ومكتوب فيها لا مارك كذا، وابارامون تتعوج هكذا، وفيها الشعرات، شعرات طوال وشعرات قصار، وكاين حوايج مايلين هكذا ومايلين هكذا. قاعده مركزه على الخصائص الحسيه اللي نقدر نشوفها بالحواس الخمسه تاعي من اي اوبجي. اي اوبجي راني نشوف فيه، وانا ندير فيها هذيك الحكايه، وانا ندير فيها، وانا مركزه في ستيلو ولا في لابغوسادون ولا في الساعه ولا في الحبه عنب، وانا ناكل فيها هكذا ونشوف كي نعضها هكذا. داير كاين بزاف اللي يستعملوا المايندفولنس في الماكله، يقول لك كي تاكل كول وانت بالمايندفولنس، كل لقمه شوف الشكل تاعها في الصحن، ومن بعد كي ترفدها في كيفاش في المغرف، ومن بعد طعمها في فمك وانت كي تمضغ فيها. هاد الحوايج كامل يفون كو دماغك راهو حاضر في هنا والان. هاد الشي يعاونك تخرج من اون كريز دونغواس، يعاونك تخرج من اون اتاك دو بانيك، يعاونك تعود تقي نفسك من هاد الصوالح. كي ديرها وانت صديق، درب نفسك، درب دماغك كي دير هاد الحوايج وانت كيما يقولوا على البر، ماكش مازال ما طحتش في نوبه هلع ولا حاله قلق ولا اي حاجه. المايندفولنس يقدر يكون ان مود دو في كاريمون، باسكو الشيء اللي نسالو فيه صح راهو لو ايسي اي لو مانتونون. انا ما نسالش واش صرا في لو باسي، وموش بيدي اللي راهو جاي في لو فيتور، انا نسال في لو بريزون ونسال في لو ايسي. دركا انا راني نسال في لا بيس اللي راني فيها وفي لو مومون اللي راني فيه معاكم درك، ما نسالش في لوتر بياس واش راهو يصرا فيها. ميم راه في نفس الدار ونفس الاهل، بصح ما نسالش في لوتر بياس دركا، انا نسال في البلاصه اللي راني فيها دركا، نعيشها ونستحضر فيها كل التركيز تاعي. المايندفولنس ام ا ام اي ان دي اف يو ال ان او اس اس مايندفولنس، ميديتاسيون بلين كونسيونس. قراو عليها بزاف وشوفوا عليها بزاف بزاف فيديوهات من يوتيوب. الوغ واش زدت قلت لكم تاني؟ مايندفولنس كتبت ليميتي لي سورس دانفورماسيون انكسيوجين، سوشيال نتورك سيرفيسز بلس 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 لي ريزو سوسيو. ليميتي لي سورس دانفورماسيون انكسيوجين. انا شفيت في لو ديبي تاع الكوفيد كنت ما نتحركش من قدام لا تيلي في الوقت اللي هذاك لو مسيو ربي يقدروا مسيو فورار، واقيل فورار هو اللي من اللي ايه مسيو فورار اللي من نهار بدات الكوفيد، وهو كل ليلة مسكين كل نهار
يجي يمد عدد الحالات، عدد الحالات الجديدة، عدد الوفيات، عدد الكذا. كنت هذيك هي الفقرة المفضلة تاعي في اليوم، ما ندورش بلا تيلي، هي توصل وانا نبداها كلها، نبدا نزابي كيفاش راهي الكوفيد في فرنسا، كيفاش راهو في الطليان، كيفاش راهو في الامريكان، كيفاش راهو في الانجليز، كيفاش راهو في مصر، كيفاش راهو في تونس، كيفاش راهو في الجزائر، كيفاش راهو في كدا، كيفاش راهو في كدا. ومن بعد ادركت باللي ما تفيدني في حتى حاجه، ادركت باللي ما تفيد في حتى حاجه، بالعكس بالعكس بالعكس، نقدر دو طون زون طون نشوف واش راهو صاري لاسباب معينه باش ما نكونش ديكونيكتي، باش نعرف وقتاش الحجر، لكن راني انا مدير في بالي بلي نخدم حتى ل 8، باش نكون عارف بصح اني نقعد نتبع وكاين نقص تاع الاكسجين، وكاين نقص تاع كذا، وكاين نقص تاع كذا، ومن بعد نقص الفارينه، ونقص السميد، ونقص الزيت، ونقص المشاكل هذه كامل، وانا نقعد نتبع فيها هادو كامل، سي دي زانفورماسيون انكسيوجين، خاصة 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 يا جماعة من لي ريزو سوسيو يا جماعة. منش راح نقول لكم حبسوا ديروا، اللي قادر يحبس حاجة يحبسها، اللي قادر يحبس حاجة يحبسها، اللي قادر يتحكم في شكون يشوف شكون ما يشوفش. فو نافي با ا سوبير واش راهم يقولوا الناس، واش راهم يفرغوا الناس، دير unfollow. لكن ما عندكش لو كوراج دير unfriend، دير unfollow، ديزابوني ديزابوني، ماهوش راح يثق بيك كي ديزابوني ديزابوني. المهم ما تجيكش الطاقه السلبيه تاعو، ما تجيكش الطاقه السلبيه تاعو، وعرف تخير واش تتبع، عرف تخير واش تتبع. راك انت اللي بيدك تلايكي لاباج الفلانيه ولا تابوني لاباج الفلانيه، عارف انت شنو هما لي كونت وشنو هما لي باج اللي تتبعهم اللي تستفيد منهم، مش اللي يزيدو يونغواسيوك. بيدك هادي بيدك، ولا كانت بالك باللي لي ريزو سوسيو ما عندهمش تاثير على المورال وعلى الحاله النفسيه، راك مازال ما فهمتش بزاف حوايج، راك بعيد راك بعيد. لكن للدرك مازال ما فهمتش اكل بوين لي ريزو سوسيو يقدروا ياثروا في الحالة النفسية تاع بنادم، يقدروا يأثروا لدرجة ما تقدروش تيماجينيوها. وحدة هنايا كتبتها don't worry you won't suffocate، هادي don't worry you won't suffocate برك انا ريزوميت لروحي، حاجة خاصة بالناس اللي عندهم نوبات الهلع. حاب نقول لكم حاجة برك، مهما حسيت وحسيتي باللي قلبك راح يحبس، ومهما حسيت والله حسيتي بلي راك راح تتخنق، قلبك ماش راح يحبس مالغري دماغك هذا وش راه يفهم فيك، بصح ساشكو قلبك ماش راح يحبس، ماكش راح تتخنق. راني يعني نحكي على نوبة الهلع، مانيش نحكي على الناس اللي ديساتوريو ورم صح محتاجين اكسجين، راني نحكي على نوبات الهلع وين دماغك يفهمك باللي قلبك خلاص راح يحبس، لي بالبيتاسيون لا تاكيكاردي راح يحبس، والله هكا اون ديغي واحد شادك من ماكش قادر تتنفس. ساش كو تفكر بعيد الشر عليك، ما يكون تزيد تجيك نوبه هلع جايه، اتفكر باللي مهما جاوك لي بالبيتاسيون قلبك ماش راح يحبس، ما تخافش، او دماغك برك اللي راهو يقول لك هكذا، سافا باسي كلكو مينوت و سافا باسي، قلبك ماش راح يحبس، قلبك ماش راح يحبس، وماكش راح تتخنق، ماكش راح تتخنق، ماكش راح تتخنق. تفكرهم هاد الزوج كلمات وتفكريهم هاد الزوج كلمات. Un autre point, c'est tout se projeter dans l'avenir. Kutub binti, se projeter dans l'avenir. Kutub binti. Attends, comme par un exemple, un العام اللي فات كي ما هاد الوقت كنت في دوامة ما يعلم بها غير ربي، يعني الكوفيد كان جايس لي أقرب الناس وما كنتش عارفة وش راح يكون وش ما راحش يكون. لقيت روحي باللي وانا في وسط هذيك الدوامه وحدي انفصل المرض وقاعده نحارب وكذا،
ومضطرة ناخذ قرارات واعرة بزاف ونتحدى عفايس ونتحدى الآراء تاع حتى ميم الطبة اللي في السبيطار، وبغاف باسكو غير أنا اللي عارفة معطيات معينين. في وسط هذاك الشيء صبت روحي قاعدة نحوس باش نشري لبنتي الكتب تاعها اللي رايحة تدخل بهم تقرا بهم في سبتمبر، الكتب تاعها تاع الابتدائي اللي رايحة تقرا بهم في سبتمبر. كان لو فات اني جيتي اون تران دو مو بروجيتي دون لافنيغ، هو سي ان افنيغ بروش، راني في اوت قاعده نبروجيتي في روحي في سبتمبر، بصح هذاك الشيء عاوني. كان كي اللي خيط شاده فيه، ايه بنتي لازمني نشد على جال بنتي، لازم دماغي وعقلي وصحتي النفسيه تقعد شاده على جال بنتي وعلى جال ولادي، نشري لها الكتب تاعها مهما كان، مهما راهو صاري كدا كدا ومعاها وباباها وكدا، نشري لها الكتابات تاعها تاع البريمير، وبربي ان شاء الله راح تدخل في سبتمبر وتقرا، سو بروجتي دون لافنيغ ايا كان كيفاش. انا جو فوزي دوني ان اكزومبل من عندي انايا، شوفوا انتوما شنو هي الطريقه اللي تقدروا تقعدوا متمسكين بالحياه فيها. اللي عنده ان بروجي افتح لو بروجي تاعك، اللي حابه تتعلم اون لونغ اتعلمي اون لونغ، اللي حاب يتعلم الحرفة الفلانية اتعلم الحرفة الفلانية. والعلاقات يا جماعة، العلاقات نظن باللي درك رانا فهمنا باللي صح حاجة ما هي دايمة، أعز الناس ليا اليوم راهو هنا غدوة راهو ما كانش. دونك اللي كان حاب يقول لبنادم حاجة وما قالهالوش ومات هذاك البنادم، اكتب له واش راك حاب، تقدر تقولها له في القبر تاعو، تكتبها له في برية، فرغ وش كنت حاب. والناس اللي عندها أهل وأحباب وعلاقات قول لهم حوايج. عندك باباك راك خايف عليه من الكوفيد وراك تحبه، بس عمرك ما قلت له نحبك، روح قول له نحبك، ماكش راح تموت صدقني، ماكش راح تموت، ماك غير على بالي ما تجي تخرجها غير بالسيف، مي روح قول له اني نحبك، روح حضنه، روح سلم له على راسه، روح دير حاجه tu n'as jamais eu le courage ديرها، سامح بنادم راك زعفان منه في حوايج مالغي تحبه، سامحو سامحو. هاد الجائحه هادي راهي فهمتنا باللي ما كان والو، ما كان والو، كلش كلش الى زوال هاك في غمضه عين. دونك لا واحد اللي في قلبه حاجه وحاب يديرها اي لو كوراج وديروها يا جماعه. الحاجه الاخرى اللي لازم بيان سور نختم لكم بها سي لامبورطونس دو سو فير ايدي، لامبورطونس دو سو فير ايدي. هاد الحوايج هادو كامل اللي ديروهم اوكي، مي الى امبورطون ان الواحد يستعين بان ثيرابوت، بأم سيكولوج، بأم سيكياتر، بأم ميدسان، بصديق واحد ينصح نصيحة صادقة، سي امبورطون. دونك ما تحشموش انكم تقولوا او سكور، ما تحشموش انكم فو دوموندي دو ليد. فوالا غروسو مودو هادو هما النقاط اللي حبيت نهضر معاكم فيهم اليوم. Et là, je vois que... Ouh, on a déjà ça à nous. Là, il y a eu trois jours. Là, c'est sûr qu'il y a des points beaucoup. Je n'ai pas parlé d'eux, je n'ai pas parlé d'eux. Donc, on dit, je n'ai pas parlé d'eux, 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 d'eux. Mais ce n'est pas grave. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des points dans les commentaires. Il y a des points dans les commentaires. Et voilà. Je n'ai pas parlé d'eux beaucoup. تهلاو في روحكم بزاف، نحبكم بزاف 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 بزاف، ادعيولي بزاف 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 بزاف، و ا تري 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 بيانتو ان شاء الله.